مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر. كنتواجدوا في طماريس بالقرب من لي بلاج بريفي اللي معروفين ديال ضرب وعزة وطماريس. هاد الشارع ما كاينش اللي ما كيعرفوش من زوار هاد لي بلاج بريفي. هنا كاينين دي ريستو، كاينين دي بوب، كل واحد حر يدخل فين ما بغى، ما كاينش المشكل. انا المشكل اللي عندي اللي بغيت نتكلم فيه هو واحد الواقعة وقعت لي انا شخصيا. هنا جيت بالسبت، يعني جيت مع صحابي عادي، جينا تعشينا، يعني قبل ما ندخلوا بعدا لقينا واحد المشكل في ستاسيونمون. انا بغيت نستاسيون على اليمين، هو كيقول لي اخويا على اليسر، لانه كيفرض عليك وكيتكلم معك بواحد الطريقه ديال الا ما سمعتيش الهضره غادي نخلي ضربوك بهاد الكلمه هادي. فالمهم مشينا ستاسيون الطوموبيل على اليسر فين بغى هو، بغيت نخلص في البديه. قلت لي خويا ما نخلصكش في البديه، قلت لي ملي غادي نطلع غادي نخلصك. قال لي يا خويا غتخلصني دابا، عرفتي دوك الترميل ديالهم هادو، كنقول لك بعض الشماكريه بهاد الكلمه هادي، بعض خارج على الطريق، يعني كتلقاه مشمكر مقرقب، خاصك تخلصو ديك الساعه. قلت لي خويا ما غنخلصكش دابا، ملي غنخرج غادي نخلصك. فاش خرجنا عطيتو 10 دراهم، انا زعما قلت راني درت معاه مزيان، عطيتو 10 دراهم. شنو قال لي؟ شنو الجواب؟ بربي الا خرجتو ما كانت 50 درهم وضرب الطوموبيل، وانا ما كنتش بوحدي. اذا باش ما نكبروهاش، وهادي كانت معروفة وديجا كانت كاميرا كاشي هنا في هاد الشارع هنا في طماريس، وبزاف ديال الامور كتوقع هنا. فملي كيشوفوا بالاخص بنات، الى لقاو شي بنات وعندهم شي طوموبيل زعما زوينه، غير توجد واحد 100 درهم دير في الجيب ديالها، لانه غادي يهددها بان الطوموبيل غادي تشرط ولا وقعت لها شي حاجه بلا ما تجي عنده. المهم هنا الكريساج ديال بصح، كيف قلت لكم بان كيجيو وحدين ما عندهم ما يدار، خاصهم يكريسيوك. هذه كنسميها النصب والاحتيال والسرقه. هنا خاص الدور ديال الدرك الملكي والدور ديال الجماعات ديال ضرب وعزه ولا ديال الطماريس، هما اللي خاصهم يتدخلوا. علاش اخو ما تلصقوش واحد البانويات هنايا؟ وعلاش الدرك الملكي ملي ما يبان ليه شي واحد واقف في هذوك يطلعوه يمشي تحقيق؟ لان هذيك السرقه هذيك كتسمى سرقه ابتزاز، وكتسرق الناس الفلوس ديالهم من الجيب ديالهم. ملي كتقول ليه الطوموبيل الا وقعت لها شي حاجه ما نعقلش لك، فهذه كتسمى ابتزاز. واحد ما فهمتش مصطفى هكذا لما تحضيش لي طوموبيلته المكلخ، ما فهمتكش على من كدوي. احنا كندوي في الشرق وانت كدوي في الغرب. هنا كنتكلموا على وحدين كيديروا جيلي ولا ما عندهمش جيلي وكيكريسوا عباد الله باش يستاسيوني لك. ماشي يستاسيوني لك لان هذا شارع، هذا الشارع ما كيتكراش. باش تستاسيوني انت كيقول لك خويا خلصني دابا في البديه، عاد وعاد كتلقاه داير الحجر ولا داير شي بنو ولا شي حاجه مريزيرفي واحد البلاصه، زعما خلصتي كثر غادي تاخذها، ما خلصتيش كثر هزك الماء. فانا نقول لكم بان خاصة تكون عندكم دائما الرقم ديال التواصل مع رجال الدرك الملكي، لانني سبق لي تكلمت مع واحد الرجل طيب سي الخراف، ربما رجل طيب ديال الدرك الملكي، يعني حكيت لي الواقعة، قال لي علاش ما تواصلتيش معنا باش نجيو. وديك الساعة كانت جوج الصباح، يعني خاصك تسلك باش تمشي بحالك. المهم خدا 10 دراهم، انا ما زدتوش اكثر من 10 دراهم، 10 دراهم اللي خدا، بقى كيهلل بقى كيغوت بقى كيخسر الهضره. المهم ولكن بقى لي في البال ديالي، لان داكشي اللي كيوقع هنايا وبالاخص في البنات كيهدوهم. البنات مسكينه ما كتبغيش المشكل، وبالاخص بالليل كتقول لك انا طوموبيل غيهرس عليا شنو غادي نربح، كتجي كتعطيها 50 درهم الا كان شي طوموبيل فرع كات كات توجد 100 درهم، لان هنا كتلقى البلايص خاوين وكيديروا فيهم واحد العود ولا شومبرير ولا بنو ولا شي قرعه ولا اي تخربيقه كيديرها زعما هادي اللي غادي يعطيك سر غادي يستاسيوني. المهم هنا كاين السرقه والنصب والاحتيال، فكنتمنى ان من الجماعه ديال ضرب وعزه او الطماريس اللي ما عرفتش المنتبه يديروا دي بانو هنايا يلصقوهم باش ما يكونوش مساهمين في هذا الابتزاز اللي كيتعرضوا ليه المواطنين. لان هادوك ملي كتكلم كيقول خويا انا كاري، اشنو كاري؟ واش تكاري شارع؟ هذا شارع 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 ماشي باركينغ بريفي. ها الباركينغ فينا هو هو هذا، هذا باركينغ. اما هذا شارع عندي الحق انني نستاسوني فيه،
المهم غير باش نوضحوا الامور، ما تكونوش كمواطنين خاضعين لهم. يقول لك 50 درهم تعطي 50 درهم، انت الا درتي معاه مزيان غتعطي 5 درهم، الا درتي معاه مزيان 5 درهم، لان 3 درهم باش كتبدا ستاسيون. وما يجيش عندي 10 لان ماشي عساس وما عنده لا رخصه لا والو. هادو النصابه كيجيو كينصبوا على عباد الله كيسرقوهم هنا في هاد الشارع هنا قرب بابالو بلايا ديال مير. كاين بزاف ديال لي بلاج بريفي في هذا المكان بالضبط، هنا كتوقع السرقه والنصب والاحتيال والابتزاز من طرف واحد قطاع الطرق اللي كيسميو راسهم عساس، ولكن هو بالاخص هز معاه قرعه وهز معاه موصل تحت تهضر معاه غتولي انت وياه في شي طيب وشي خضر. فهذا دور ديال رجال الدرك الملكي ان شاء الله، وكذلك ديال المسؤولين على الجماعه على الاقل يديروا دي بانو هنايا باش المواطن يعرف شنو كاين، ويكون واحد الرقم ديال التواصل مع رجال الدرك الملكي لا وقعت شي واقعه يتواصلوا معه. فغادي نوصلوا لنهايه هذا المباشر ولا ندير واحد الجوله ونقربكم اكثر يعني من هذا المكان اللي انا كنتواجد فيه. يعني بالاخص 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 الويكاند، الويكاند ما تحلمش انك تستاسيوني هنا، وخاصك تجي وتجي ناوي بانك غادي تجبد واحد الصداع. هاد الشارع كله راه تقريبا كل 500 متر كتلقى فيها واحد هنا عصابه محكمه في هاد، ولكن راه حتى الناس ديال هاد لي بلاج بريفي حتى هما خاصهم يكونوا مساهمين يعني في التبليغ عليهم، يبلغوا عليهم رجال الدرك الملكي باش يجيو ويمنعوهم انهم يوقفوا قدامهم، لان هادوك ما عندهم لا رخصه ولا شيء، ما عندهم حتى شي حاجه، النصب والاحتيال اللي كيقوموا به. وقرا نتايا، قرا ودفع السيبيات ديالك وضربك الشمس يعني تكون واحد كتعيش البطاله واحد المده، وشوف تشوف واش تخدم. واحد كيجي باغي 50 درهم في الطوموبيل، باغيها بارده، و 50 درهم ضربها انت في غرفه 10 طوموبيلات شحال. اذا كلشي ولا باغي ياكلها بارده، بارد الكساف، باغين ياكلوا باش ما كان، ولكن لقاو بعض الناس من المواطنين انهم كيخدعوا يعني كيخافوا.